تحتاج في صباح هذا اليوم، حيث نبدأ شوطاً آخر وهو الشوط التاسع في انطلاقات هذا الصباح. شوطنا التاسع شوط مميز وشوط خاص ضمن الأشواط المفتوحة في انطلاقات هذا اليوم. يستمر اللقاء ويستمر الإبداع والاستمتاع حيث ينطلق شوطنا مشاهدين الكرام. تسير مع هذه النخبة من الأبكار الحقايق والتي شاركت في انطلاقات هذا اليوم ضمن هذا الشوط المفتوح. البداية والمركز الأول الشايب سعيد بن سيف بن مر النعيمي يتقدم في هذا الانطلاق ويسير إلى المركز الأول حاملا تحديات هذا الشوط الأول المفتوح، الشوط الأول المميز في الانطلاقات. بينما المركز الثاني اللي وصلت من خلاله باريس عيلان بن حميد بن واس، وين هالغيبة يا أبو حمدان. أما المركز الثالث اللي وصلت من خلال الجزيرة ناصر بن بخيت بن حويرب. المركز الرابع نقلة إلى المركز الرابع والضبي وحمد بن سالم بن هضع الشريفي يتقدم ليقدم لنا المركز الرابع. أما المركز الخامس نشوف النقلة التالية، نشوف الكاميرا وين تودينا ونشوف دستور محمد بن سالم بن سعيد المسافري في المركز الخامس. المركز السادس وصل بن رشيد أو بن حفشة محمد بن علي بن حفشة الكتبي ليقدم لنا نبقى. المركز السابع هناك تقدم شعار بن مصلح مع مهمة محمد بن فري المحيربي في المركز السابع. المركز الثامن اللي وصلت الحوق ناصر بن وسام بن سلطان الهاجري. المركز التاسع هناك شعار بالعود يتقدم ليقدم وسام حمد بن سالم بالعود. بينما المركز العاشر هنا تقدمت الراهية مبارك بن محمد بن وديمة العامري. هكذا كانت النتيجة، هكذا صار الصراع، هكذا تقدم النزاع، وهكذا سارت الأسماء في انطلاقة الشوط. عود إلى بداية الانطلاقة والمركز الأول، وما شاء الله باريس تقدمت عيلان بن حميد بن واس. نشوف اللي وصلت، نشوف اللي راحت، نشوف الأسماء اللي تقدمت. ويا سلامي هي اللي وصلت الآن، خذت المركز الثاني. هي بدايع لمنصور بن محمد بن منصور الهاجري يصل إلى المركز الثاني. لبقى في المركز الثالث محمد بن علي بن حفشة، هناك لبقى تحتل المركز الثالث. المركز الرابع نقلة إلى المركز الرابع وإلى تواجد اللحوق ناصر بن وسام الهاجري. يلا يا بن وسام روح إلى وسام الناموس. بينما شوف شعار بن إداه تقدم ليقدم لنا الضبية أحمد بن غانم بن إداه المنصوري في المركز الخامس. المركز السادس هذه اللي وصلت الجزيرة ناصر بن بخيت بن حوير بن المنصوري. المركز السادس تقدمت راهي مبارك بن محمد بن وديمة. لكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى 400 متر الأخيرة ولبقى على الصدارة. لبقى محمد بن علي بن حفشة الكتبي ولبقى هي المسيطرة. الشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم، أشواطنا المفتوحة. يتقدم بن حفشة يقدم لنا لبقى. تسير مشاهدينا الكرام لتنتزع المركز الأول وتسير بناموس هذا الشوط ضمن الشوط المفتوحة. والشوط المفتوح يتسجل باسم لبقى محمد بن علي بن حفشة الكتبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني باريس عيلان بن حميد بن واس. المركز الثالث أيها الحول الكريم غزوة معيوب بن سلطان بن جابر المطيوعي المنصوري. والمركز الرابع والخامس مشاهدينا الكرام، لأن الدخول كان سريع ومميز في هذه الانطلاقة. نعود مع التوقيت الزمني، نعود مع لحظات النهاية ونتابع الخمسة مراكز أولى حيث تقدمت لبقى في مستوى هذا الشوط. وكان الشعور والتحدي بالمنافسة وأهداء الناموس مشاهدينا الأعزاء لمحمد بن علي بن حفشة الكتبي على الفوز والانتصار. وتقدم
تقديم لبقى في الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم بعد أن انتهت أشواط الإنتاج. يتقدم ضمن الأشواط المفتوحة ويسجل أول النقاط بأربع دقائق 29 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس وأسعد الله صباحك يا بن حفشة على هذا الانطلاق وتصدر هذا الشوط بقوة هذا الشعار. بينما المركز الثاني كان الاحتلال والتواجد من خلال تواجد باريس أربع دقائق 32 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعيلان بن حميد بن نواس الاشتبي على الفوز والانتصار بثاني المراكز. أما المركز الثالث حيث كان التقدم وكان الأداء هنا مفاجئا من خلال تواجد غزوة بأربع دقائق 35 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمعيوب بن سلطان بن جابر المطيوعي المنصوري. أما المركز الرابع أيها الحبل الكريم تقدمت الضبية لأحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. أما المركز الخامس مشاهدينا الكرام هناك يأتي مشاهدي الأعزاء منصور بن محمد بن سهيل بالعرطي الحميري حيث وصل في المركز الخامس. إذا صالح بن دربش العامري من وصل مشاهدي الكرام محتل المركز الخامس.